من شو طلعت متسممة؟ اللي صار ماله أي علاقة بالأكل أو الزينة. في حدا حاول إنه يسمم بنتك زهرة عن قصد، والمادة اللي ظهرت بالتحاليل ما ممكن حدا يجيبها إلا إذا بيشتغل بالتمريض. يعني أنا مالي حابة أظلمها، بس ليلى كانت تشتغل بهالمستشفى من قبل، ممكن تكون دبرتها من حدا من رفقاتها. ليلى قومي بقى، صارت الدنيا الظهر، يلا قومي يلا كلي لقمة وصحصحي شوي. يا الله دخيلك. في شيء مو طبيعي أمي. شفت عدنان وسألته عمي وين مختفي، قال لي إنه راح على أضنة بده يجيب بضاعة، بس أنا سألت ما حدا شافه، يعني الجماعة اللي كنا نشتغل معهم هنيك قالوا لي إنهم ما شافوه. عمي هو جزء من اللعبة ولا لا ما بعرف، بس في كذبة كبيرة عم بتلف وتدور. معك حق يا ابني، بهي كمان مانا طبيعي، كل ما ستك قالت لوينه غانم أو حاكي بهي بتغير الموضوع. طيب أمي أنت فتح عيونك منيح، إذا عرفتي شي خبريني فورا ماشي؟ لا تاكل هم يا ابني، عيوني رح يكونوا كل الوقت عليها ورح أفهم لك بالضبط شو عم بصير. طيب أمي، أحلى محققة بالعالم. تفضل بابا، عملت لك فنجان قهوة. لا تتضايق إنه ما صرت رئيس بلدية، السنة الجاية بترشح حالك. بنتي مو السنة الجاية، لسه بعد 4 سنين، وقتها بنتي الصغيرة الأمورة رح تصير صبية كبيرة ورح تعمل القهوة لأبوها. ما شاء الله، لك يسلم إيديك يا روح، يسلم إيديك على هالفنجان، إجا بوقته يسلمه. لك ألف مبروك يا ابن عمي، ألف مبروك. لك شوي رح تشردها على شو عم تبارك لي بعدين. لك يا ابن العم، اكتشفوا انه في تلاعب كبير بفرز الاصوات ورح ينعاد الاحصاء من اول وجديد، وهذا بيعني انه عنا فرصة هلا، وممكن كتير تكون الاصوات الاكثر لك، وبهالحالة ممكن انت تصير رئيس البلدية. لك ما اعرف، ما اعرف انه كان في تلاعب، قلت لكم قلت لكم مؤامرة كبيرة كانت ضدي. ما حيضل شي مثل قبل، كل شي رح يكون احلى واحلى. الرئيس رشيد كارا يبعث من الرمال. الله رئيس البلدية بكرة ابن عمي. تفضلي ستي لورين. ليلى خانون، لوين رايحة من عند هالصبح؟ رايحة اتمشى شوي.
عزات فوت يا ابني اشرب لك شي شغلة. لا أمي يسلم. رستم ممكن شوي؟ مور أغا، في شي أخبار عن عمي؟ لا أغا، صار لي يومين ما شفته. طيب يسلم. كيف صرتي؟ أحسن بكتير عم عزت، شكرا. رح تفوت شوي لعنا؟ لا، هالفترة كتير مشغول. خاطرك أمي؟ أنا رايح السوق وماني راجع. ابني منيح دكتورة؟ ما صار له شي ما هيك؟ أنا بعتذر منك، مع الأسف حضرتك أجهضتي. لا أنا ما بدي نزله، مستحيل. طولي بالك. كان رح يصير عندنا ولد وراح. ابني أنا وعدنان خلص راح. كان رح يصير عندنا ولد. ابننا نحن اثنين. الحمد لله على السلامة زهرة. أنت منيحة بنتي؟ إيه، ورح تتحسن إن شاء الله. إن شاء الله. والجنين كيفه؟ هو منيح؟ كمان منيح. بعد إذنكم رح نطلع نرتاح شوي. إيه، خذوا راحتكم. وزهرة شو ما بتشتهي من أكل أو حتى شرب، فاطمة بتساوي. يسلم. رشيد كارا. أيوه. رشيد كارا. بعرف. هلا صرنا راس براس يا ابن العم قد بعض. أحمد شاهين. لا 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 يا الله يا الله، طلع بوش عندك الفقير رشيد يا ربي، طلع بوشي لأكسب. والله العظيم رح أعمل العمايل، رح تعمل فقرة والمحتاجين، رح تعمل ولبسهم كمان. ما رح أقطع فرد، رح أروح على صلاة الجمعة. لك اتفقنا على هالنقطة أصلاً ابن العم، أنت رح تروح كل جمعة ورح تصلي بجامع يكون مشهور لحتى الكل يشوفوك هنيك. رشيد كارا. أيوة هذا ابن عمي. وهلأ رح أعلن النتيجة. رئيس البلدية الجديد رشيد كارا. مبروك ما شاء الله. وأخيرا ابن عمي صار رئيس بلدية وصار مسؤول كبير. طولوا بالكم يا جماعة، روا وما في أي مشكلة، بعد 4 سنين بنرجع نتنافس. ميت أهلا وسهلا فيك يا أخي، معلش مالكم في طيب نصيب. صحيح مناح، بس إحنا كنا أحسن بكتير. الله حياك عمي. خالي فاطمة، ليلى بالبيت؟ لا، ما أنا بالبيت، طلعت من الصبح بكير. خير؟ قالت لك لوين بدها تروح؟ لا بنتي، معقولة تقلي إلي؟ من امبارح ما حدا عم يسترجي يقرب منا ابدا. قالت رايحة شم هوا وطلعت مستعجلة وما قالت لوين. طيب. ايه
بشارة فاطمة. قولي لي مبروك. الله لك ربحت. انا ربحت يا فاطمة. البنطلون اللي جبت لك قال جديد، بتلبسيه بتظبطي حالك من فوق لتحت على سنكة حشرة. بدنا نطلع قدام الشعب. شو يلي ربحته؟ عندي ألف شغلة. يلا قول، ماني فاضية لك. لك شو ربحت بالطرنيب؟ لك أنا صرت رئيس بلدية هرمالي اعتبارا من اليوم. ربحت رئاسة البلدية. فاطمة خطيبك صار مسؤول. الو زياد بيك، انا عزت كرمان، طمني عنك. اوه عزت بيك، بعد زمان والله. والله كنت مشغول، بعتذر زياد بيك. انا كان لي فتره طويله برات البلد ورجعت اليوم، وللصراحه دريت انكم من زمان ما عم تتعاملوا معنا، بس مثل ما بعرف عمي كان رح يجي لعندكم من شان هالشي، مشان نرجع نشتغل سوا. وصل لعندكم يا ترى؟ لا والله، بس لنا الشرف بالشغل معكم، وغانم بيك لهلا ما وصل لعنا. الله يبارك فيكم. شكرا. حلمين. حلمي وين فاطمة؟ تأخرت لهلا، العالم ناطرين على نار، رح يمشوا. أنا بمين بدي أخطب بعدين؟ الله يقدمنا باللي فيه. مزبوط، ابن العم وصلت. وصلت. رح أرجع فورا يا جماعة، عن إذنكم دقيقتين دقيقتين وبرجع لعند حضراتكم. عن إذنك خالي. كل شيء وعدناكم فيه فاطمة الانتخابية رح يتحقق إن شاء الله. آسفة تأخرت عليك. لا يا عمري ما تأخرتي، المهم إنك وصلتي أخيرا. ما شاء الله طلعت تأخذي الحق يا درصاني. يلا خلينا نمشي سوا ونسلم على أهالي. يلا. لا رح يعبر عن شكره ولكل. أنا بخجل، ما بقدر أسوي هيك. لازم تنسي شيء اسمه خجل، اعتبارا من اليوم خطيبك صار رئيس بلدية، راح تفتخري وترفعي راسك فيه كمان وترفعي رجلك. لك أنت كمان صرتي مهمة مثلي، لا تخجلي. يلا يلا تعي. عن إذنكم يا جماعة، تفضلي تفضلي مدام. ابن هرمان الموعود، الشخص اللي راح ينفذ كل وعوده. تفضلي. رشيد كارا. شكرا. رشيد 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 راسي 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 تصفيق. حضراتنا بتشكركم جميع، ايديكم اللي صفيت لي وصوتت لي اليوم جابت لي البركه من رب العالمين. نعم يا جماعه نعم، قلنا صوتنا ما بيفرق عن بعض، بس الخصم حاول يلعب ويمنعني من الوصول للمنصب خلال بعض الالاعيب والحيل. بس شو صار؟ بإرادة شعب هرمالي كشفت الحقيقة. نعم بوعد الجميع وأنا عن كلمتي مسؤول، راح نكون على مسافة واحدة من الجميع، راح نحتوي الجميع بنفس الطريقة. خدماتنا ومشاريعنا راح نبلش فيها وما حننسى شيء. أصواتكم اللي عطتون إياها راح ترجع لكم بالكهرباء، المي، الطرقات، جسور المشاة، الأنفاق، كل شيء حلو. بتشكر الجميع من كل قلبي، راح نحقق ونبني هرمالي لمستقبل مبهر عظيم. راسي 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 راسي. وهلا صار وقت مصافحة شعب هرمالي وتبويسهم فردا فردا. جاي انا جاي. يلا يلا بنتي يلا تحركي. يلا تفضل يا باركولو. تفضل تفضل ابن العم. تفضل تفضل ابن العم. تفضل تفضل.
لازم نحكي شوي. أنا ما عندي شي بنوب أحكي معك منصور، روح بقى. أنا أسست حياة جديدة لحالي وأسحق شوف خلقتك مرة تانية. شكراً شكراً يا سيدي. فاطمة شكراً يا مدام. وينو شكراً ابني؟ الله يسلمك. بترجاكي قولي وينو ابني؟ لازم أعرف وينو مشان أنقذ حياته. لازم شوفه قبل ما تصير مصيبة ونندم كلنا. ما في مصيبة بحياتنا أكبر منك. لا تقلب حياة البشر فوقاني تحتاني برجعتك. كيفك ليلى؟ شو إن شاء الله غيرتي جو؟ مبين إنه اللي ببطنه رح يكون صبي، ما عم يتحمل يضل قاعد مثل البنات. معك حق مرت عمي. معناها تعي اقعدي معنا. هالجيل بس يحبل مدري شو بصير فيه، على حركات وما بعرف شو. فاطمة كمان مانا هون حتى تساوي لنا قهوة. قلنا زمان ما شربنا القهوة من إيديكي بهية. اي والله اشتقنا لقهوتك. ما هيك مرت عمي لوري؟ ايه معك حق طبعا. يلا بهية قومي اعملي لنا فنجان قهوة من تحت إيديكي. ابني 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 خالي ليلى شوفي كأنك موجوعة. روحي من وشي يا فصعونة. نلعي مرت عمي. بهي مخبية شي. غانم آغا صار لنا فترة ما عم نشوفه، ما حدا بيعرف عنه شي. وبهي شو بدها تكون مخبية عنا زمرد؟ الصبح حكت معه وطمنتنا عليه. مرت عمي عم بتقول إنها حكت بس، ليش هو ما عم يحكي مع غيرها؟ فاطمة انت ليش ما عم تفهمي علي؟ ابنك حياته بخطر. ما تحرمنا من دعاء، وهو لازم يعرف. الله يسلمك. في ناس عم يلاحقوه. لا تحاول تلعب علي منصور. ابنك الله يرحمه وما عندي اولاد بنوب. هذا اللي عندي. ولا تنطلي على الرايحة والجاية. رح نصير اغنياء كلنا ورح نعمر هالبلد. شكرا شكرا، الله يرضى عليكم جميعا. رح ننقل هرمالي للمستقبل ايد بايد كتف بكتف ونطورها لمستقبل المبهر. تصفيق. نعم هذا هو اللي كنا بنحلم فيه. رئيس بلدية هرمالي رشيد كارا صوت المستقبل. شبهك مالك رئيس البلدية قدامك. تصفيق لرئيس عادي عادي. شكرا رشيد 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 رشيد. على شو عم بتلمحي زمرد؟ اذا بتعرفي شي يلا قولي. لا مرت عمي أنا ما بعرف شي أبداً. بس أنت بتعرفي أنهم كل فترة بيتخانقوا، وممكن يكون غانم معصب منها وما بده يجي على القصر. بصراحة هاد ما أنه موضوع خناقة بين الرجال ومرته. بهي بتعرف شي وما بده تحكي. راشد.
عمي وينه؟ شو عم تعملي بغرفتي؟ شو هالدواء؟ شو هاد؟ ما دخلك. شو هالدواء؟ بيخصك إليك؟ جاوبيني، هالدواء بيخصك؟ ايه حاش بقى، أخدتي راحتك وبلشت تنبشي بغراضي. طلعي من غرفتي فورا. انتي ليش عم تاخدي هالحبوب؟ لشو برأيك؟ فيتامينات، الدكتور كتب لي اياهن، هاتيهن. طيب ما دام فيتامينات خدي حبه، خديها بتفيدك. يلا. مين انت لتسألني؟ ابي راح على اضنا عم يحل موضوع الشغل. ومع مين هذا الشغل؟ ما دخلك، شي ما بيخصك. فهمني هلا عمي مع مين راح يحكي بالشغل بأضنا؟ يلا خديها، هذا الفيتامين بفيدك. يلا. خايفة تاخدي ما هيك؟ لأنك حاولتي تقتلي زهرة بهدول الحبوب. كيف طلع من قلبك هالشي؟ هلا رح أطلع لبرا ورح أكشفك قدام الكل. رح يعرفوا كيف حاولتي تقتلي زهرة وتقتلي الجنين يلي ببطنها، وهنن يلي رح يحددوا عقوبتك. انت انتهيتي. ملك، ملك وقفي، اسمعيني شوي، رح اشرح لك كل شيء. ملك، شو بدك تشرحي لي؟ قديشك وحده مجرمه؟ هالحبوب حاولتي تقتلي زهرة وتتخلصي من الجنين اللي ببطنها، ما في بقلبك ذره رحمه. انت فهمانه غلط، الوضع ما انه مثل ما انك مفكره. شو اللي فهمته غلط؟ زهرة كانت رح تموت من وراء انانيتك وحقدك. بأي حق عم تحكي معي هيك؟ نقلع من هون. على مهلك شوي، ليش عصبت من سؤالي وانتهيت؟ لأنه ما عندك جواب؟ أنت زودت ولكن نقلع. شو عملت بعمي؟ احكي. حطي القهوة وعدي شوية بهية. عاوزتك. شوفي مرت عمي، شو اللي صاير بينك وبين غانم؟ شو مخبيين عنا؟ شو بده يكون صاير مرت عمي؟ أنا رح أفضحك قدامهم. إن شاء الله اسمعي، رح أضلي عايشة. إن شاء الله اسمعي. ثاني معك. منين هالصوات؟ هي ملك، هات صوتها وأنا بعرفه. أنا رح أحكي لك كل شيء، خلينا نقعد ونحكي. ما ضل شي لنحكي فيه، فهمتي؟ فهمتي؟ هاتي ملك، هاتي، هاتي وقفي، هاتي العلبة. وقفي. تركيني. ليلى. ليلى، 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 ردي علي. يا لطيف، شو في بهية؟ شو صاير مع ليلى؟ قليلي. ليلى، الله يخليكي ردي علي. بنتي قليلي، انت منيحة؟ كنا واقفين عم نحكي وفجأة وقعت هي. كيف وقعتي من على الدرج؟ يلا احكي. بس ما وقعت لحالي. بلكي لأنها حامل وداخت ووقعت بدون ما تنتبه. ما هيك ليلى؟ ملك، ملك هي اللي دفشتني من على الدرج. شو؟
قل لي عمي وينه. لك عم تسألني وكأني أنا اللي مخبي لأبي، عيب هالحكي. أنا ما بستغرب منك شي، أنت واحد أناني وكرمال مصلحتك بتبيع أبوك وكل عيلتك. أنت بتعرف منيح أنه أبي وقت طلع من هون راح على أضنة. أنا اتصلت بزبون بأضنة، عمي مانو هنيك. بمين اتصلت؟ مين هذا الزبون؟ أصلاً نحن بغيابك عملنا صفقات جديدة مع أضنة وأنت ما عندك خبر. طيب إذا هيك خود اتصل بهذا الزبون الجديد تبعكم، خليني اسمع صوته. إذا عمي عنده هلأ أنا راح أعتذر منك فوراً. يلا. ملك، هي اللي دفشتك من على الدرج. أي ليلى، أنت شو عم تقولي؟ أي ما كفاكي اللي عملتيه؟ بدك المخلوقة تسقط كمان؟ أنا ما عملت لها شيء أبداً، هي اللي زحطت ووقعت لحالها. طلعت لشوف شو بدها مني، قامت دفشتني قبل ما أحكي كلمة وصارت تضحك كمان. حاولت كتير إني أتوازن بس ما قدرت. يا الله، أنتي كذابة، أمي أصلاً مستحيل تعمل هيك. أنتي الكذابة وليه؟ أصلاً أنتي وأمك مثل بعضكم. يا مهلك شوي شوي، إن شاء الله ما يكون صار له شيء للولد اللي ببطنك. قولي لي شو اللي عم يوجعك بنتي؟ هي نعم. هي لازمها دكتور بسرعة. بلا دكتور. يا ربي دخيلك، منين بتجينا هالمصايب؟ رح أخذك على المشفى أحسن من الدكتور. عم توجع كتير يا مرت عمي، بطني. قولوا لرستم يجهز السيارة فورا. يلا بهي، أنت اللي رح تاخديها على المستشفى. يلا. ما في لزوم أبدا للمشفى، يمكن بس ارتاح شوي رح أتحسن. أنا لازم أطمن على حفيدي شو صار فيه. يلا أمشي، أنا رح أخذك. ليلى لا تخافي بنتي. أنا ماني مضطر أثبت لك أي شيء عزت، لما بقلك أبي بأضنة يعني بأضنة، أنت حر تصدق أو لا. اسمعني عدنان، قبل ما يختفي قال لي إنه رح يحكي معي بموضوع كتير مهم. ما بعرف أنت لشو عم بتخطط بالضبط، بس إلا ما أعرف هذا الشيء أكيد. أمي عدنان، لو تعرف شو صار. ليلى وقعت من على الدرج وهلأ رايحين على المشفى وهي كتير تعبانة. طيب أمي، أنا جاي فورا. لا تأخذني عزت، مرتي ليلى أسعفوها على المشفى، تعرف مو حلو جوزة ما يكون جنبها. يلا بخاطرك. أنا ما عملت إلا شي، هي وقعت من على الدرج لحالها صدقوني. أصلاً ليلى ليلى كانت بدها تسممها لزهرة. كيف يعني بدها تسممها؟ أنت شو قصدك؟ يلا أحكي. أنا لقيت هذا الدواء عند ليلى بالأوضة وكنت جاي لعندكن مشان أحكي لكم. ليلى وقتها حاولت توقفني، قام طلعت وراي على الدرج ووقعت. شو هو هذا الدواء؟ زهرة، ليلى حاولت تشربك منه غصبا عنك؟ لا مو هيك، بس شربتني عصير. الدكاترة بالمشفى شخصوا حالة زهرة على أنها تسمم غذائي. أنا لما أجيت على البيت دورت كل مكان ما لقيت ولا شيء غريب أو مو منيح. بعدين قلت لزينب يا ريت إنك ترجعي تعيد التحاليل. ولما طلعت النتيجة تبين إنه زهرة متسمم بهذا الدواء يلي بإيدك. يعني ليلى غيرت نتيجة التحليل.
وكنتك المحترمة يلي بتوثقي فيها كتير حاولت تقتل بنتي ويلي ببطنها كمان. يا ربنا خيرك. يعني ليلى معقول يطلع منك كل هالشي؟ مرت عمي ارتاحي انتي، انا بفوت لحالي. ما بصير تكوني لحالك، تعي هاي بتكون كنتي وقعت من عالدرج من شوي وهي حامل، بدي اطمن. ممكن تعطيني الهوية؟ ما أنا معي. لك أنا عم قلك كنتي حامل وتعباني وانتي عم تسألي عن الهوية؟ وين الدكتورة؟ مو بس هيك، في شغلة تانية كمان. قبل ما تمرض زهرة بشوي ليلى كانت أخذت لها كاسة عصير، أصرت عليها أنه تشرب وعصبت لما قالت لها ما بدي. احتمال تكون حاطة من هذا الدواء بالعصير كمان. أنتي شو عم بتقولي؟ ايه أمي حكيها مزبوط. خالي ليلى إجت لعندي على الغرفة قالت لي لازم تشربي من هذا العصير، وأصرت كتير كمان. قلت لها أنا ما بدي أشرب بس عصبت علي. لك مين بدي صدق بهالبيت؟ بمين بدي أوثق؟ والله ما بعرف. من جهة في عزة وعدنان، ومن جهة تانية أنتو. صار لي ساعة واقفة قدامك وعم حاول فهمك الموضوع. ليلى وحدة وسخة كتير، بكفي إنها حاولت تقتل بنتي زهرة والولد يلي ببطنها. يعني أنت أحسن؟ مو حضرتك أخذتيها لبنتك لحتى تنزلي الولد وتقتليها ملك خانم؟ الحمد لله ما في شيء خطير، يعني مجرد ردود بسيطة. أنا هلأ رح أكتب لك على دواء وبتاخديه بوقته. بس لو سمحتي بدي أطلب من حضرتك طلب. أجهضت من كم يوم وماني قدراني أحكي لا لمرت عمي ولا لزوجي كمان، لأنه إذا عرفوا بيقلعوني. بما أنه هالحادث صار قدام عيونهم، بترجاكي تقولي لمرت عمي إني أنا أجهضت بسبب هذا الحادث. أنتي أكيد عم تمزحي. يلا تفضلي، لا تورطيني بمشاكل أنا مالي فيها. كرمال الله تساعديني بنوبك ثواب. أنا قلبي محروق وما حدا حاسس فيني. ما رح أنسى لك هالمعروف أبداً، أحسن ما ينخرب بيتي واتطلق. لو سمحتي يا خانم، يلا قومي عندي شغل. يسلموا إيديكي، عذبناكي معنا دكتورة. كيفك أنتي منيحة؟ الحمد لله ما فيها شيء، عندها ردود بسيطة. أي منيح دكتورة. لو سمحتي الولد كيف وضعه؟ منيح؟ أساساً ما في ولد يا خانم. كنتك رح تحكي لك كل شي صار معه مع البشر. ليلى، اللي حكته الدكتورة مزبوط؟ فهميني شوفي. مرت عمي كل هالشي صار من ورا الحية ملك. انت سقطتي؟ يلا احكي لي شبك ساكتة. يلي بتخاف على حياة بنتها ما بتاخدها مشان تنزل لها ابنها. انت كنتي رح تقتلي روح؟ عاملة حالك ام ومربية اجيال؟ انا كل شي عملته اصلا كان كرمال مصلحة بنتي وصحتها. زهرة بعدها طفلة وجسمها ما بيتحمل الولادة، وانت بتعرفي هالشي كمان. سمعتك بما فيه الكفاية. ليكي، اي شي بيصير لليلى او لابنها انت لحالك بدك تتحملي المسؤولية، عم تفهمي؟ كل اللي كنت احلم فيه انه يصير عندي ولد انا وعدنان قبل ما يولد ابنا لزهرة. لهيك قررت اني سمم زهرة فورا، ولما عرفت ملك جن جنانة، ومشان ما تحكي ركضت وراها لحقت على الدرج مشان تسكت، بس زحطت رجلي ووقعت وبتعرفي الباقي. الله يلعن هالحظ. الله يوفقك، لا تحكي لحدا. كل هالشي عملته مشان عدنان يحبني. بترجاكي تساعديني، خلينا نطالع ملك من البيت ونرتاح بقى. خلينا نتفق على شغلة، رح نقول إنه ملك هي اللي دفشتني وخلتني سقط الولد، وهيك ملك بتطلع نهائياً من حياتنا ومنخلص منها على الأخير. شو رأيك؟ مرت عمي الله يخليكي وافقي. عزت آغا، عزت آغا، بس دقيقة. خير يا فيصل؟
لا تواخذني يا أغا، أنا من غير قصدي سمعت حديثك أنت وعدنان أغا وتضايقت كتير والله. أنت بتعرف غلاوتك وجمايلك ما بقدر أنساها، وبوقت دقيقتي شغلتني هون وما قصرت معي أبدا. العفو ولو، أنا عملت واجبي مو أكتر. أغا أنا ما كنت بدي أقول لك، بس بصراحة عدنان أغا عم يكذب عليك. الشركة اللي بيقضنا ما أجانا منها ولا زبون جديد، وكل اللي هنيك عم يشتغلوا مع شركة منافسة. بعرف. طيب خبرني، أنت قدرت تحكي مع عمي شي؟ لا أبدا، بس بآخر فترة لما كنت شوفه كان يضل يتخانق هو وعدنان أغا، حتى بمرة من المرات كان ماسكه عدنان أغا من قبة قميصه، بس أنا ما سمعت حديثهم لأني كنت بعيد. خير؟ شوفي عدنان، أنا سقطت للولد. ملك هي اللي أخذته مني. أمي أنا خايفة كتير منه، يعني ليش هن ما بيصدقونا؟ وليش عم تمشي عليهم أكاذيب الخالة ليلى على طول؟ ما بعرف وحياتك، والله ما بعرف. أمي إذا الخالة ليلى سقطت الولد رح يتهمونا إلنا بهالشي، وما رح يرحمونا أبدا. وقتها شو رح نعمل أمي؟ حياتي انتي لا تفكري بهالموضوع هلا، انا رح لاقي طريقه اشرح لهم فيا يلي صار. اكيد طول ما انتي متاكده انك على حق بحياتك ما تخافي من شي بهالحياه، بعدين نحن ما عملنا شي. انتي لبقى تتضايقي ماشي؟ Dizlerinde uyut beni.